الكتل السياسية الآن هي تعيش ما أنجبته هي هذه الكتل السياسية، أنجبت عرفا خارج الأطر الدستورية، وبالتالي هذا العرف السياسي الذي سارت عليه الكتل السياسية ما بعد الإطاحة بنظام صدام حسين هي الآن تعاني من هذا التشظي الحاصل بين الفرقاء السياسيين سواء كان بالمكون السني أو الشيعي وحتى الكردي. هذا المخاض العسير أنا أعتقد من وجهة نظري أن الاتفاق الثلاثة الفائزون الأوائل الحلبوسي والصدر ومسعود بارزاني هم الأقرب لتشكيل هذه الحكومة، أما الكتل الخاسرة أو الكتل التي يعني المحتفظة على نتائج الانتخابات وحتى على مستوى تمثيلها داخل الكابينة الوزارية هي مدركة تماما بأن عدم تشكيل حكومة توافقية يرأسها الصدر وبمعية السيد الحلبوسي والسيد مسعود بارزاني هي أعتقد هي عملية إخطائهم أو شبه إخطائهم من التمثيل الدبلوماسي داخل العراق. نعم. طيب سيد الكريم، هل يمكن أن نشهد خلال الساعات المقبلة ربما أو حتى الأيام القليلة المقبلة توافق ما بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وبالتالي سير البيت الشيعي ككتلة أكبر داخل مجلس النواب في عملية اختيار رئيس الوزراء وفي عملية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة؟ يعني من وجهة نظري أنه السيد الصدر لديه شرطا حاسما هو إزاحة السيد نور المالكي من زعامة الإطار التنسيقي، وبالتالي على الجميع أن يدخل معه أو المضي معه لتشكيل حكومة هو يرأسها أو هو من يعطي القرارات الحاسمة في تمثيلهم داخل الكابينة الوزارية، وبالتالي إذا ما اتفق الإطاريون على إزاحة نور المالكي وهذه طبعا هذا قرار جدا صعب لعدة اعتبارات، لأن السيد نور المالكي له رمزية وإذا ما أتيح بالتالي يمكن يكون أو سيشهد الشارع العراقي السياسي إزاحة كاملة لما يعرف في تمثيل حزب الدعوة في القرار السياسي المستقبلي داخل العراق. أما اقتراب السيد هادي العامري من السيد الصدر هو الأقرب لتوافقية جزئية داخل الإطار التنسيقي، إذا ما علمنا أن الإطار التنسيقي ليس كتلة إنما هو مجموعة معترضين دخلوا من أجل يعني إيجاد حل أو الرجوع إلى المربع الأول من أجل تمثيلهم داخل الكابينة الوزارية.